بنت امبارح كان ايه حكاية البنت اللذينة تقتليني طارق قوم اشرب الشاي بتاعك. ريت ربنا يهدك بقى. طب اكلمك تاني. سلام. ايه الاخبار؟ الاخبار اللي في اسكندريه مستني الناس اللي طارق يكلمهم بقالي 6 ساعات ما حدش كلمني. طب شغال على شغل الشركه لسه نايم ساعتين. ايه الخرا ده؟ زوم الشغل يا برو. انت ما بتعرفش تشتغل من غير ما تلبس ديوركس؟ ظبط الشغل. ظبط الشغل كريم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هستني لك 6 ساعات. الساعه كام؟ الساعه 8. طب تعالى بس تعالى لو انا عايزك. وحشنا يا صاحبي. الجامعه عامله ايه؟ كانت الجامعه. انت نسيت؟ افتكرت. طب ونسرين؟ عامله ايه نسرين؟ مش ناقصه قرف، بتغير على امي. انت عارف ان انا مش عايز الزفت ده يشتغل معايا. انت ما كنتش بترد عليا اكتر من مره. كان لازم اتصرف. انت مشيت وسبتني عشان حاجه تافهه، بس انا خلاص نسيت. انا مش فاهم انت ازاي سايب حد غيرنا يتدخل في الشغل. كريم احمد معاه علاقات جامده وهيظبطنا. يعني واكل علينا، شارب علينا، خمرته وحشه علينا، ونسوانه علينا، وكمان واقف في صفه؟ في منه فايده يا اخي. طارق عملت ايه في الفلوس؟ في قاعدين جداد انا جبتهم هنمضيهم بكره. تمام. كريم احنا ما كانش معانا ولا مدلين. دلوقتي الدنيا ابتدت تظبط. سيبك بقى يلا نشتغل. احمد هيفهمك النظام الجديد. احنا محتاجينك في دبرنا. اعرف نظام شركتي يا طارق؟ انت بتستهبل عليا؟ ام شركتي. طيب احمد اللي مش عاجبك جاب لنا 10 عقود. انت زعلان ليه؟ زعلان عشان انا مسافر بقالي اسبوع، بنام في اليوم ساعتين عشان اجيب لي 200 عقد، الناس ما جاتش. وانت ما اتصلتش بيا تبلغني. اللي بره ده قاعد بيحشش او بيعط بره ايتي. بيحشش وبيعط وانا نايم. ومضينا 10 عقود، انت عملت ايه؟ انا مش فاهمك. طارق انت كان قصدك ايه لما قلت لي ان احنا محتاجينك في دارنا؟ يا كريم انت بتعمل ايه ده؟ في ايه؟ يا كريم اسكت. يا كريم هتودي نفسك في داهيه. العود اهدى بس اهدى. فين العود؟ العود فين؟ العود مالكش دعوه انت. فين العود؟ ما تقولوش فين العود. اهدى العود هناك في الصندوق ده. يا خبي اهدى يا كريم. يا خبي يا خبي خبي. كريم اهدى. كريم ده مش هيصلح حاجه. كريم يا كريم اهدى. كل حاجه من ورايا. كريم مفيش حاجة خلصت. انت هتاخد عشان كده انت بعتني 8 ساعات. لا 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 انت هتاخد نصيبك. ايوه 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 هتاخد نصيبك. اهدى بقى اهدى ونقعد نتكلم. دي مش اسلوب كلام ده. اهدى اهدى. تعالى كريم اهدى. سيبي. ايوه اهدى. تعالى كريم احنا ممكن نكسب كلنا يا كريم. انا محبط فيك انت. طيب كريم انا خسرت كل حاجة. انا خسرت كل حاجة يا كريم. مفيش حاجة باقي لي غيرك. طيب ما كانش باقي لي غيرك يا كريم. كده احنا هنخسر كلنا. كريم اهدى. كريم اهدى. كريم اهدى. كريم كريم كريم.